سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان عبر الشرقية نيوز، وحييكم أحلى تحية ونتواصل معكم في تقديم هذه الحلقة الجديدة التي نأخذكم فيها للتعرف على آخر المتابعات الرياضية الخاصة بالبعثة العراقية الأولمبية، حيث هذه الحلقة المخصصة لمباراة العراق وجنوب أفريقيا واللي من خلالها غادر الأولمبي العراقي دورة الألعاب الأولمبية. اليوم راح يكون محور حلقة هذا اليوم من الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز عن هذه القضية، وأيضا عن إخفاقات الرياضيين العراقيين البقية في دورة الألعاب الأولمبية. إذا نبدأ جولة هذا اليوم من أهم العناوين. رعد حمودي يلتقي مدير علاقات فيفا الدولية جيروم بويفي بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في ريو دي جانيرو بخصوص الشكوى المقدمة من اتحاد الكرة العراقي لدى فيفا. بعد تعادله للمرة الثالثة على التوالي، منتخبنا الأولمبي العراقي يودع منافسة دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بعد إخفاقه في اجتياز جنوب أفريقيا في آخر مباريات المجموعة الأولى. والشوط الثالث يفتح النقاش اليوم حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إخفاق المنتخب الأولمبي في الوصول لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو رغم ما توفر إليه من مقومات النجاح. إذن إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين. على غرار تواجد جميع المسؤولين الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، التقى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي بمدير العلاقات الدولية في الاتحاد الدولي فيفا جيروم بويفي، التقاه للحديث عن مستجدات كثيرة تخص الشأن الرياضي العراقي. ومن أهم النقاط التي تم النقاش خلال هذا اللقاء هي الشكوى المقدمة من قبل اتحاد الكرة العراقي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وشكر جيروم بويفي الكابتن رعد حمودي واللجنة الأولمبية العراقية على الموقف الذي تعاملت فيه مع اللجنة الأولمبية الدولية بعدما أبرمت رسالة إلى الاتحاد الدولي فيفا أوضحت فيها حقيقة الملابسات التي تضمنتها شكوى الاتحاد لدى فيفا. وناقش حمودي موضوع دعم اللجنة الأولمبية الدولية المستقبلي لرياضيي العراق استعدادا لدورة طوكيو الأولمبية المقبلة وإمكانية زجهم في برامج إعداد مبكر، بالإضافة إلى موضوع تطوير الملاكات الإدارية الأولمبية العراقية خصوصا العناصر النسوية العاملة في الأولمبية العراقية. وقد تحدد موعد اجتماع لاحق في الأسبوع المقبل مع السيد بيري ميرو مدير العلاقات العامة في اللجنة الأولمبية الدولية والسيد أوليفي بينيانكي مدير التضامن الأولمبي. إذن أكيد اللقاء مثمر، أكيد إحنا لازم نوضح وجهة نظرنا، لأنه إذا هناك شكوى من الاتحاد العراقي لكرة القدم واللي إحنا انفردنا بها في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز وتحدثنا وقلنا يا جماعة ترى أكو شكوى وهي مفاجأة للجمهور الرياضي العراقي، وبالتالي يطلع كامل صغير ينفي، فبالتأكيد علينا أن نضع الجميع في الصورة ونضع النقاط على الحروف. اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الأولمبية العراقية وضعت الفيفا ومدير علاقات الفيفا بالصورة، لأنه القضايا اللي على أثرها المحكمة الرياضية اتخذت قرار هي من صلب العمل الرياضي، وبالتالي هي المحكمة الرياضية، فماكو تدخل حكومي. هذا اللي يردنا نوصله إلى الجميع. إلى الحدث الأبرز، هو تعادل الأولمبي العراقي للمرة الثالثة على التوالي، هذه المرة أمام جنوب أفريقيا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بكرة القدم، بعد أن فرط الأولمبي العراقي بفرصة كانت في متناول الأيدي بالتأهل
إلى الدور الثاني بكل رهاوة على حساب الفريق الجنوب أفريقي. تقدم الفريق الجنوب أفريقي بالهدف الأول في الدقيقة 6 إثر خطأ دفاعي مزدوج، لكن المنتخب العراقي لم يتأثر وعاد للمباراة برأسية سعد عبد الأمير عندما أدرك التعادل. وبعدها أهدر الأولمبي أكثر من فرصة، حيث رد القائم كرتين وأبعد الحارس أكثر من كرة خطرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل. أما الشوط الثاني لم يتغير الحال، ووصل المنتخب هجومه وضياع الفرص التي تلاشت بين الحارس وسوء التقدير والتسرع لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكليهما، وبالتالي يتأهل منتخبا البرازيل والدنمارك إلى ربع نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو بعد فوز البرازيل على الدنمارك بأربعة أهداف دون رد. إذن إحنا راح نخصص هذا الوقت سادة المشاهدين وهذه الحلقة لمباراة العراق وجنوب أفريقيا، التعادل، الخروج المبكر، الآمال التي تلاشت، الأموال التي صرفت، اختيارات كثيرة. أكيد راح نتحدث مع أهل الشأن في هذه التغطية عبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز مع أهل الشأن من مدربين وإعلاميين، لكن قبل أن نذهب إلى ضيفي الكريم تعالوا لنتابع هذا التقرير اللي عد زيد السراج عن رحلة الأولمبي العراقي والخروج المبكر من دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو. نتابع. منتخب لم يذق طعم الخسارة في مناسبتين، الأولى أمام الدنمارك بعد أن كان الأفضل في كل شيء، والثانية عندما واجه منتخب البرازيل صاحب التاريخ والأرض والجماهير، فدخل مباراته الثالثة رافعا شعار الفوز ولا بديل عنه إذا ما أراد الفريق مواصلة المشوار والبقاء في بلاد السامبا. وعلى الرغم من الهدف العكسي للمنتخب الأفريقي في أولى الدقائق، لم يثني هذا الهدف ليوث الرافدين أبدا، وفعلا ما هي إلا دقائق معدودة حتى تمكن القائد سعد عبد الأمير من تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية، ليدخل بعدها الفريق في مسلسل الفرص الضايعة والتي تناوب عليها اللاعبون في شوط أول كان عراقيا بامتياز مع حضور اللافت لقائم المرمى. فترة ثانية عرفت استكمالا لحلقات المسلسل والذي لم يختتم أسفا بزيارة الكرة للشباك، وما بين سوء الطالع وملازمة الحظ العاثر ضيع أولمبي العراق فرصة تاريخية أطاح بها سوء التصرف أمام المرمى وتدخل القائم في عدة مناسبات، والتساؤل ربما عند البعض عن نوعية التغييرات. خرج أولمبي العراق بثلاث نقاط لم تشفع له بالتأهل إلى الدور الثاني ليحل ثالثا في مجموعته والتي كان من الممكن العبور منها لولا غياب اللمسة الأخيرة والتي افتقدها الفريق في جميع المباريات. زيد السراج للشوط الثالث. شكرا زيد على هذا التقرير. سادة المشاهدين، للحديث بصورة تفصيلية أكثر عن القضايا الفنية وأمور أخرى ينضم معي من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية نجم الكرة العراقية السابق والمدرب الحالي الكابتن ناظم شاكر. كابتن ناظم، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. حبيبي أهلا وسهلا أخ محمد، وتحياتي لك ولمحبي ومتابعي قناة الشرقية. كابتن ناظم، مرحبا بك مرة أخرى، أكيد للحديث مرارة وخروج مبكر مو بس للمنتخب الأولمبي العراقي، لكل البعثة العراقية سواء كانت بالجودو، بالملاكمة، بالتاكوندو،
تجذيف بقية الألعاب، لكن كان أمنا كبير باجتياز جنوب أفريقيا برهاوة وبسهولة، لا سيما نحن نمتلك الكثير الكثير من الأوراق الرابحة، من الأمور الفنية اللي ظهرنا بها خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية بكرة القدم. ما الذي حصل كابتن ناظم؟ يعني أود أن تحدثني والسادة المشاهدين لماذا خرجنا بهذه السهولة؟ أول شيء أخ محمد، أنا يمكن اللي تفضلت به بسؤالك هذا، أنا يعني أنا جدا فخور أولا أقول، وأنا كلش سعيد جدا سعيد أول شيء بالمستوى الفني والروح القتالية والمعنوية العالية اللي لعبوا بها لاعبين الأولمبي. نعم. وأريد أذكر شيء مهم جدا، يمكن جنابك أيضا تطرقت له في وقتها، أنه كانت السحبة عندما سحبت كنا بما فيهم أنا المتحدث أمامك وجنابك وكل الإعلاميين بالعراق وكل المعنيين بالرياضة، اتفقوا على أنه هذه المجموعة مجموعة قوية، واعتقد العراق راح يكون رابعهم. اعتقد صعبة جدا كنا نقول، وكل كنا نتكلم على الموجودين أنه البرازيل وكندا وجنوب أفريقيا من الفرق القوية، والعراق ما راح يكون له حظوظ يمكن 20%. لكن اللي شفناه حقيقة يعني، وأنا أأكد كمدرب كرة قدم أقول لك، اللي شفناه من لاعبينا وكادرنا الفني وكل المعنيين بالأولمبي ببعثتهم بالجوانب النفسية بالمعنوية وكل شيء، كان وأنا أعتقد مشرف جدا للكرة العراقية. دعنا أنه صعدنا ولا ما صعدنا، لكن كان غير متوقع المستوى العالي اللي ظهروا به لاعبينا. نعم. وحقيقة الصورة اللي رسموها في البرازيل، وخصوصا أأكد أمام منتخب البرازيل، كانت زاهية جدا وكانت مشرفة للعراق. لكن نعم، أنا بالنسبة إلي كان عندي بس كان شيء واحد في بالي، أعتقد فريقنا لو لعب مباراة أمام البرازيل بدون تحسس وبدون دفاع، يعني دفاع بحت، أعتقد يمكن كنا ممكن أنه نحصل على فرص مثل ما اقول لك مثل ما حصلنا البارحه امام جنوب افريقيا. لكن كان يمكن احنا نازلين لاعبينا وكادرنا وكنا، وحتى احنا ايضا لو كنا في مهمه الاخ عبد الغني شهد كان لعبنا امام البرازيل بهيك طريقه، لكن ثبتوا لاعبينا خلال مباراه بس كابتن ناظم انه هم يا حبيبي انت هم يا عيوني قادرين انه مشكلتنا مو لعبه البرازيل كابتن عيني. انا ايضا فخور بما قدم فريقنا امام البرازيل، لكننا أضعنا فرصة سهلة جدا. إذا كانت أمام الدنمارك فريق ظهر عاجز أمامنا، وفريق جنوب أفريقيا نحن أيضا كنا الأفضل، مشكلتنا مو البرازيل، نعم دخلنا التاريخ وتعادلنا، لكن إذا كان المستوى المشرف يدخلنا من الباب ونخرج من الشباك بنتائج مخيبة للآمال، هاي طامة كبرى كابتن ناظم عيني. اخ محمد اذا تسمح لي خلينا نكون واقعيين اكثر. نعم. يعني نعم. احنا ما نريد، انا تعرف انا لا عندي مصلحه ويا شخص اكيد ولا احنا عندنا مصلحه علاقه بشخص تعرفني. نعم. لكن احنا نتكلم كواقع حال. نعم. ثق صدقني انا الكلام اللي اتكلمه يعني بشيء، انا اتكلم وانا جدا فخور بهذا الكلام. نعم. اولا. ثانيا. نعم. لا انت ولا اني ولا كل الجمهور الرياضي وكل الناس المعنيه وحتى ايضا اللي كان متابع لهذه التصفيات، انه الدنمارك فريق مسهل وجنوب افريقيا فريق مسهل. نعم. ممكن يعني كان البرازيل العالم يعني ما اعتقد تشكل على موضوع انه انت تطلع متعادل، هذا في شيء كبير، لكن نعم. احنا اللي قدمناه امام فريقين كبيرين، نعم كان نستحق الفوز. احنا لو ما مقدمين مستوى ولا اللي حدث البارحه، يعني هاي المعجزه انا اقدر اسميها معجزه. نعم. انه اللي صار البارحه معجزه، اللاعبين لما يوصلون الى منطقه جزاء الخصم لاكثر من نقول 8 مرات، ما نريد نقول 10 مرات، 6 منها محقق اهداف اذا مو 5، وما تسجل اهداف، اذا انت طريقه لعبك وتكتيكك وتكتيك فريقك وواجبات لاعبيك كانت جيده جدا. يعني المشكلة وين؟ هاي الحالة أخ محمد. المشكلة وين؟ تعرف. أبو فهد وين المشكلة؟ المشكلة لا نخفيها. أي. كنا نعرفها أنت وأنا والعالم كله. إحنا نفتقد للاعب
الهداف. نعم. والدليل ما 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 صار ما صار وما سمعناه وما حدث على لاعبنا يونس محمود، وهو الرجل بهذا العمر وبهذا القدره اللي ممكن كان، يعني انا في رايي الخاص يعني هذا. نعم. شيء يهمني الي وما يهم غيري، يمكن انا لو كنت في مكان اي واحد من المنتخب الاخوان اذا كان عبد الغني شاهد او الاخ راضي، انه اصطحب يونس محمود لهاي الظروف لهذه المباراة. كابتن الى متى لهذا الاحراج؟ كابتن ناظم الى متى؟ نعم. الله يخليك، رجال كبار، رجال الى متى؟ رجال وصل لمرحله كافيه، يعني اللي عده اللي اذا نعم. نعتمد على نعم. يونس واحنا بال 2016 وبعدين وعندنا كاس عالم 2018 ايه. وبعدين يعني وداويني نعم. بالتي نعم. هي الداجيك يا ابو فهد. الله يخليك اخ محمد. نعم. لحجيك على الى متى؟ نعم. الى متى؟ نعم. الى متى؟ عندما تشتغل صح وتخلق لاعبين، يعني ما في شغل صح، ما في شغل صح يونس محمود. نعم. ما في شغل صح. هيك تدخل لي كابتن ناظم في دول عينك، انا ترى اليوم سعيد ليش. جدا بك، اريدك الان تخلي لي النقاط على الحروف، ما نريد مجامله ولا نريد تزويق ولا خليني الان ليش احنا باوع. كابتن ناظم انا احكي بمراره لانه بصراحه احنا بكينا البارحه والكل بكوا. كابتن الفريق توفرت له 6 معسكرات وفق افضل المعسكرات، الفريق صرفت عليه ملايين الدولارات، الفريق فرغوا له تفريغ كامل 55 يوم متتاليه افتروا العالم كله، كل الامور اللي تساعد والله العظيم لو 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 هذا المنتخب توفرت له للمنتخب الوطني ما توفر له للاولمبي والله العظيم لنصعد كاس عالم برهاوه وبسهوله. احنا اليوم الان نريد نتحدث عن اخفاقه. نعم مستوى مشرف في مباراة، ولكن احنا عندما نقدم مستوى ومنسجل ونغادر من الدور الاول يعني شو نصير الاخفاقه بعد كابتن ناظم؟ الله يرضى عليك. خلصت اخ محمد؟ خلصت؟ ايه تفضل. خلصت تفضل. ايه طيب كل اللي تفضلت بيه انت ما مسوي فضل عليهم، لا على الفريق ولا على الكادر التدريبي ولا على غيره. هذا ما اريد اقول غصبا، بس هذا واجب على كل الاتحادات اذا كان الدول الخليجية وغير أو كل العالم، ما أريد أسمي لك. نعم. هذا واجبك أنت ك ك ك كمؤسسة رياضية. نعم. تهيئ الأجواء، المعسكرات، حالك حال غيرك. إذا أنت صرفت هالقد أكو أندية تصرف أضعاف أضعافها وما تقدم هذا المستوى الرائع المفرح، أشوف أكرر لك. نعم. لحد تقول لي ما صعدنا. نعم ما صعدنا، لكن يعني كل الموجود أي شخص سووا استفتاء بالشارع. نعم. ومن ضمنهم المدربين وأنا أول واحد. نعم. أنا ما متوقع منتخبنا يقدم هذا المستوى. طيب هاي الأمور اللي سووها هم. نعم. مو متفضلين على اللاعبين المنتخب، أنت حالك حال الأندية الأخرى، العفو الدول الأخرى. أنت واجبك أنه تقدم كل شيء، معسكرات، مباراة تجريبية، حتى توصل الفريق. شوف توصل الفريق لهذا المستوى الرائع. أنت سويت اللي عليك، وهذا شوف نقطة مهمة أشكر الاتحاد بها، يعني أشكر الاتحاد الأولمبي، وزير الشباب بالذات مع الوزير له دور كبير في المعسكرات. وهذا لانه اذا تسالني انا كنت مدرب اولمبي. نعم. كنا ندرب بملعب شعبي، ملعب حديقه، ورحنا لعبنا ويا ايران، فزنا على ايران بايران 2-0. طيب هسه تختلف. طيب. هذا شوف خليني اقول لك اللي تفضلت به اخ محمد، هذا واجب علي وعليك على اي واحد يهيئ منتخب. ليش ما وفروا للوطني مثل ما وفروا للاولمبي؟ اسمحني لا انت لست معنيا، ولكن خليني بالصوره استاذ ناظم. الان ليش ما توفر؟ نعم. للوطني اللي مهمته اكبر من الاولمبي، الان كاس عالم اكبر من الاولمبياد، الكل يعرف هذا كاس عالم، ليش ما وفروا له ربع ما توفر للاولمبي؟ اذا كنا نتحدث بما غصبا على الجميع، ليش؟ انا بدي اسالك ليش؟ ليش؟ هسه لا اسمعني قبل ما تقول لي انت، اول شيء المنتخب منتخبنا الوطني. نعم. نص اذا ثلاث اربع لاعبين منتخب اولمبي. نعم. هسه انت تشوفهم من يلتحقون دول اللاعبين بالمنتخب، هنا راح يكمل الفريق. نعم. تبدي عاد المدرب حتى يقدر ياخذ راحته بتشكيلة الفريق، بطريقة اللعب، باختيار اللاعبين. هسه هنا ممكن، هنا ممكن هنا اما انت عندك مثل ما احنا بالدوري كنا في الاندية، انت عندك المنتخب اللي يسافر عندك ماخذ منك 10 او 6 او 8، وانت تريد تروح معسكر مثلا، تدخل معسكر بالفريق حتى تجهز اللاعبين بدنيا وفنيا، وانت 6 لاعبين منك طالعين ولاعبين اساسيين، وكنا نعاني وحكينا بها كثير بالصحف. نفس الحاله 6 لاعبين منتخبك 3/4 من الاولمبي، شو يسوي المنتخب الوطني؟ شو هيئوله معسكر المن اللاعبين الاحتياط مع احترامي لهم؟ زين. حتى المدرب اعتقد ما راح ياخذ كفايته. نعم. اما وين اخ محمد؟ خلي اقول لك اياها للتاريخ. تفضل. للتاريخ تفضل. للتاريخ فريقنا
البارحة أنت قلت لي خلينا نحط النقاط على الحروف. والله يا ريت. من جبت موضوع يونس محمود قلت لي إلى متى وإلى متى؟ نعم، طالما هذا الرجل بيه بذرة ولو 1% يفيدني، أخليه ربع ساعة، نص ساعة، ثلث ساعة، أنا مو دفاعاً عن يونس طبعاً، أنا نعم. أنا ضد استمرار يونس، ضد استمرار يونس هسه ومزاولته بالمنتخبات. نعم. شوف ليش؟ لأنه قدم ما قدم للعراق خلال هاي العمر الطويل، وقدم فشيء يعني يشكر عليه، وهذا مو انا اقوله. طيب. ومن يطلع بقمته احسن له. لكن البلد محتاجه لهذه الحالات، البلد محتاجه. ليش؟ تقول لي كابتن تكلم بالحط النقاط على الحروف. احنا من 2007 لليوم الرجل يونس كان يكمل لحد هاي اللحظه. نعم. ما هي انا لاعبين يا اخي، ما عندنا لاعبين، ما عندنا، خل اقول لك اياها بالضبط، لاعبين سوبر مع احترامي الموجودين كابتن، يعني هذول عفوا الموجودين بس اذا سمحت لاعبين موجودين بالدوري هذول، بس خليني، احنا افتقدنا الى اللاعب السكور اللي يسجل. نعم اذا سمحت لي، يعني وتعرف يونس من النوع اللي يسجل. نعم اصعد بي هاي التأهيلي كابتن يونس لاعب كبير، يعني كابتن يونس ترك بصمه يا كابتن يونس، ولكن هذا حال الدنيا كابتن ناظم. بس من فضلك ابقى وياي لانه انضم معي الان زميل عزيز وكبير في مجال الصحافة الرياضية العراقية لنستطلع رأيه الكريم في قضية مهمة جدا، لأنه لابد أن نفهم ردة فعل الصحافة والإعلام الرياضي العراقي إزاء ما حصل من خروج مبكر. وفي هذه الأثناء ينضم معي الزميل العزيز الأستاذ علي رياح في اتصال هاتفي من العاصمة الحبيبة بغداد وعلى الهواء مباشرة. مرحبا بك أستاذ علي في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مرحبتين وتحية لك زميلي العزيز محمد، وأتصور أنه على الخط الآخر الأخ العزيز ناظم شاكر، وتحية لك ولكل مشاهدين. الله يحفظك. فرصة سعيدة تتواجد حضرتك معانا ونشركك رأيك مهم جدا لما تمتلكه من رؤية في عالم الصحافة والإعلام في هذه القضية المفصلية. وربما حضرتك يعني كنت أنا شخصيا أطالع ما تكتبه، ربما موضوعك الأخير عندما ناشدت معالي الوزير وقلت له يعني دع الأولمبي للأولمبية والوطني للحكومة العراقية، في إيصالك لرسالة قد نهتم ونوفر للوطني ما توفر للأولمبي. أستاذ علي، الخروج المبكر يعني رد الإعلام والصحافة الرياضية العراقية عليه بماذا توصفه؟ أستاذ محمد، يعني خليني أنا أتحدث عن رأيي، يعني لا أحد يخولني من زملائي الإعلاميين بهذا الأمر، خليني أتحدث عن وجهة نظر الشخصية. نعم. وأنا أشكرك جدا لهذه الفرصة. أنا بتقديري إجمالا يعني بعد أن تهدأ العاصفة والعاطفة، نعم، أقول مهما يكن جرح المشاعر والأحاسيس اللي خلف خروجنا من يعني على هذا النحو من فعالية كرة القدم، فنحن مطالبون بأن نفكر دوما في يوم آخر. نعم. نفكر في استحقاق آخر. طبعا نعم. أمر مؤلم أن نتخلى عن فرصة ذهبية، أن نمضي قدما في الدورة حتى الوصول إلى وسام أولمبي، ويمكن حضرتك وكل من يشاهدنا يمكن يعني هو يشاطرني الرأي بأنه كانت هناك فرصة حقيقية. نعم. لكن هذا ما حصل بفعل عوامل عديدة احنا تحدثنا عنها، كتبنا عنها، وايضا كانت هنالك مداخلات حول هذا الموضوع اتصور انه تستحق الدراسه والتوقف. نعم. انا اقول انه المدرب عبد الغني شهد اعطى ما لديه بحدود الامكانيات المعروفه عن المدرب المحلي. نعم. وانا يعني اضع يعني خطين تحت عباره المدرب المحلي. ايضا اللاعبون لم يقصروا من وجهه نظري، نعم نحن نسجل على خطنا الامامي اهدار عدد كبير جدا من الفرص، انا احصيتها بعشر فرص حقيقيه مقسمه على شوطين، ولهذا لم ندرك الفوز. لكن انا اعتقد انه يعني العراق كان يستحق 6 نقاط من مباريات الثلاث، كان الفوز على الدنمارك استحقاق، وكان فوزنا على جنوب افريقيا استحقاق، ولكن هذه نتائج كره القدم لا تحسب بهذا يعني. نعم. النحو المبدئي او المسبق. نعم. هذا ما حصل، هنالك اخطاء ارتكبت في التشكيل. في اليوم الاول شخصنا عمليه توظيف اللاعبين سميناها، كان هنالك خطا في هذا الامر، لكن نعم. اجمالا اعتقد ان المشاركه لم تكن سيئه، فيها دروس فيها اخطاء لكنها لم تكن اجمالا سيئه، وان كنا ننتظر من المنتخب العراقي ان يصل على الاقل. نعم. الى الدور نصف النهائي. استاذ علي، ربما هذه الفرصه لن تتكرر انه انت تظهر بهذا المستوى ويكون تاهلك قاب قوسين او ادنى وتفقده باللحظات الاخيره، هذه الفرصه وانت سيد العارفين
ما تتكرر. بعدين أولمبينا عودنا وعيشنا ببرج برج الأحلام وقالونا راح نتأهل لما قدمه وما تفضل به الكابتن ناظم شاكر في الاستوديو، إنه الفريق العراقي كان كبيرا ووعدنا بالتأهل بعد أن شعرنا بالأمان. لكن أنا الآن أود أن أسأل، يعني هل المدرب وحده يتحمل المسؤولية أم اللاعبين أم ماذا كابتن علي؟ لا طبعا جميعا نتحمل المسؤولية، حتى الإعلام الرياضي يتحمل هذه المسؤولية، لأنه كان عليه أن يشخص كثير من الأشياء التي يتبارى الآن في إظهارها إلى على السطح. نعم. دور الإعلام كان عليه أن يمارس دور الموجه اللافت إلى الخطأ أو مكامن الخطأ منذ البدء. أنا أيضا يعني كان هنالك أشبه ما يسمى بالتدليل الدلال الزائد للمنتخب الأولمبي. نعم. أنا أدعو اللجنة الأولمبية والوزارة واتحاد كرة القدم إلى تدليل كل منتخباتنا على هذا النحو، تدليل، لكن بشرط أن لا تكون هنالك فجوة. نعم. بين التعاطي مع المنتخب الأولمبي على هذا النحو وبين المنتخب الوطني المهمل المهمش الذي يكاد يكون مضيع. نعم. هذه كلها دروس نتعلمها، لكن على في الساحة أنا أعتقد أنه كانت هنالك أخطاء. لأن يعني أقول لو حمادي أو مهند أو شيركو أو أي من اللاعبين استثمروا اثنين من الفرص اللي أتيحت خلال مباراة أمس لكانت الأمور مختلفة تماما. لكن هذه هي الأخطاء. لماذا الحديث عن يونس محمود؟ أنا يعني سمعت شيء من يعني من كما يقال أطراف الحديث حول يونس محمود. يونس محمود صح هو في خريف العمر وربما يكون في خريف العطاء لدى البعض، لكن لدينا معطيات. أنا اليوم نشرت قبل ساعتين معطيات أستاذ محمد، اسمح لي بعجالة. تفضل تفضل. يعني الفريق العراقي اشترك خلال تصفيات آسيا تصفيات آسيا في سلطنة عمان والنهائيات في قطر ثم ريو 2016 اشترك في 13 مباراة. كم عدد الأهداف اللي أحرزها المنتخب الأولمبي؟ 28 هدف. لا. كم هدفا أحرز المهاجمون؟ 5 أهداف من أصل 28 هدف. هي نعم. على النحو التالي. نعم. مهند عبد الرحيم هدفين، أيمن حسين هدفين، عبد القادر طارق هدف واحد. واحد. نعم. هداف المنتخب العراقي في هذه الرحلة هو مهدي كامل 6 أهداف. الترتيب الثاني طبعا لاعب وسط. الترتيب نعم. الثاني أيضا لاعب وسط اللي هو أمجد وليد 5. الترتيب الثالث علي حصني 3 أهداف. هذه وقائع تعطيك يعني لمحة عما يجري في عالم التدريب، خصوصا نعم. فيما يتعلق بالتعاطي مع المهاجمين، مع صناعة الهداف، مع تبني المواهب. أنا لا أتحدث عن المدرب لا عن المنتخبات، وإنما كسيستم كنظام كرة القدم في العراق. نعم أستاذ علي، أنا أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الكريمة، وأكيد رح نبقى نتابع ما تتفضل به لنشره والحديث عنه. أكيد إحنا مثل ما تفضلت أشاطرك الرأي بأننا علينا أن نستفيد من الأخطاء، لأنه هذه الدنيا وعلينا أن نعيش يوم آخر، لكن علينا أن لا نكرر خطأ الذي نقع فيه. شكرا جزيلا أستاذ علي رياح، كنت معي من بغداد. أعود إلى ضيفي الكريم مرة أخرى من استوديوهاتنا في بغداد، الأستاذ ناظم شاكر النجم الدولي السابق. أستاذ ناظم، سمعت ما تفضل به الأخ علي رياح، وأود أن أوجه بعض ما تفضل به الزميل علي رياح لحضرتك. قال المشكلة في عدم توظيف اللاعبين، توظيف اللاعبين بالصورة الصحيحة. وأيضا عندما طالبت حضرتك إشراك يونس، رجل قال لك أنا سويت إحصائية 28 هدف سجلوا فريقنا في التصفيات، 5 فقط سجلوا المهاجمين، و23 هدف سجلوا لاعبي الوسط وخط الدفاع. يعني معناته أنه المشكلة مو بالمهاجم، لكن أكيد أنا أحترم وجهة نظرك، فلك الرد سيدي الكريم. أول شيء أخ محمد تحياتي لأخوي علي الرياح، يعني ما سمعت كل شيء منه لأن الصوت ما كان واصل لي أبد. طيب أنا لا أسألك على نعم على, نعم على ما تفضلت به حضرتك. نعم نعم. وأول شيء سلم أول عليك شي طبعا أول شيء سلم عليك، يعني هاي أنا آسف أوصل لك إياها. الله يسلمك. تفضل أستاذ ناظم. الله يسلمك. نعم. أول شيء إذا تحكي بالجانب الفني أخ نعم. محمد، الجانب الفني يقول روح اسأل به العالم كله. أنت لما توصل نعم. منطقة جزاء الخصم وتسدد، تسدد هدف، تسدد بالآوت، أكو حالات. يعني أنت لما توصل لمنطقة جنوب أفريقيا، فريق جنوب أفريقيا بهذا العدد من الفرص وما تسجل، إذن أنت تكتيك فريقك ناجح. نعم. المدرب وظب لاعبيه بشكل جيد. طيب. مع اعتزازي لأخوي علي نعم. واني مدرب دا اتكلم وياك.
نعم. إذن هاي النقطة يمكن أنا أختلف ويا هاي النقطة. النقطة الثانية أنه نعم. سجلوا لاعبين وكذا هذا ولاعبين وسط. أكو لاعب بالريان اسمه تباتا صار هداف الدوري. هداف الدوري هو لاعب يلعب بالوسط. نعم. يعني هذا مو فت قياس. لكن أكو تكتيك خاص أنه هذا اللاعب يدخل في أكو واجبات للاعبين. لاعب المهاجم لما يستصحب مدافع على جانب، لما يسحب لاعب، لما يفرغ منطقة لهذا. طيب. يسجل. وبالفعل تباتا صار موضوع عدم توظيف اللاعبين شنو ردك عليه؟ توظيف اللاعبين عدم لا لا نعم. أنا اذا اللاعبين ما متوظفين بشكل صحيح يمكن نعم اني التبديلات الاخيره وهذا شان مدرب انا ما اريد اجزم بصح ولا غلط نعم. لكن يمكن المدرب في باله انه يريد ينشط الفريق اكثر مثل ما شفت انه فريق جنوب افريقيا في يعني في رايي يعني والله اخ محمد يمكن ابالغ لو تقول اقول لك يعني مو فريق عادي جدا لا والله يمكن عندنا مباريات تصير بين الزوراء والجويه تشوف فريق يقدم مستوى احسن من عنده. طيب فريق شفتوه انتو نعم. من الجانب البدني كان سيء جدا نعم. التنظيم الدفاعي يعني جدا سيء بطء بالتغطيه حتى بالموازنه لما الكره تكون في ملعبهم الموازنة نعم. الدفاعية ماكو زيادة عددية بالنسبة للفريق جنوب طيب. افريقيا حاليا استاذ ناظم ثلاث لاعبين امام اثنين مهاجمين عندي اسئلة ارجع واقول لك انا شوف ارجع لسؤالك اقول لك نعم. انه الفريق كان بشكل جيد وصلت وبصورة جيدة وضحت الصورة جيد عندي اسئلة وتوظيف جيد للاعبين والدليل وصولنا نعم. لهذه الفرص الكثيرة نعم عندي اسئلة واريد اجوبة باختصار لانه عندي وقت وياك واريد اجوبة حتى استفيد وجودك معي باكبر عدد ممكن من الـ 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 الأجوبة يقال أنه الثلاث لاعبين فوق السن القانونية لم يخدموا الفريق ما عدا سعد عبد الأمير يعني اللاعبين اللي تم استدعائهم لم يخدموا المنتخب هذا بعض ما قالوا المدربين الرياضيين الشارع العراقي فأريد ردك أنا معك بهذا الرأي نعم منو كان الافضل ان يكون رغم انه خلص ولكن احنا حتى نناقش القضيه يعني الان احنا سحبنا احمد وسعد واللاعب الاخر الثالث حمادي نعم كان حمادي كان حمادي نعم كان اكو افضل منهم اول شيء خل اقول لك ابو جاسم اني مو من اختصاصي انه احدد من ياخذ المدرب ولا ما ياخذه لا يعني وجهه نظر لا 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 وجهه نظر اي نعم 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 من خلال نعم نعم من خلال يعني تواجد اللاعبين ورؤيه المدرب ومعايشته خلال هذا الموسم اعتقد هو يعرف من يفيده ويعرف من يضره لكن اني هسه هاي الاسئله مالتك قبل ان تعبر على سؤال اخر نعم أريد أقول كلمة واحدة قبل ما ينتهي برنامجنا يا أخوان نعم. يا أحبة يا أعزاء يا رياضيين يا محبين يا إن شاء الله ما أريد أقول يا مكرهين نعم. أنه لا ننسى أنه المنتخب قدم ما عنده ولا نجي على المدرب في مباراة البرازيل كنا ورقصنا والليل كله سهرانين نشوفه فرحين وما نمنا نعم. طلعنا الصبح كنا جيمر وكاهي بالعافية بالعافية لما نخسر الله يعافيك تحب الجيمر هواية أبو فهد تحب الجيمر لا يعني تحب الجيمر ويا الكاري اشكرك لما نفوز خل اسميها فوز نعم. لما نفوز على جنوب افريقيا بهذا المستوى شوف نعم. حتى اكون يعني نعم. شوف حتى تربط حاله بحاله نعم. لما نفوز على جنوب افريقيا نعم. بهذا العطاء بهذا المستوى بهذا الاداء يعني المدرب نجح حتى يكون صادق يعني المدرب نجح المدرب نجح طيب المدرب نجح بما انه احنا غادرنا يعني المدرب ما نجح نعم. يعني يعني هو هذا اللي اريده يعني منك ابو فهد يعني ترى هو لا بس احنا نعم محمد نعم ابو جاسم عيني بس نعم احنا يا قلبي هاي بس احنا ويمكن قسم من الخليج بس احنا زين بس احنا المدرب لازم ياخذ يصعد بالله عليك بالله عليك بدي اسالك سؤال ولا رياضه ولا كره قدم أبو فهد ولا هذا انت يعني رجال صريح اعرفك صريح وشجاع انت بس اريد اسالك سؤال بغض النظر نوجه التحيه لغني شهد لكادر التدريبي لكل اللاعبين ولكن والله العظيم هذا النقاش هو لا يفسد للود قضيه لان احنا متنفس الشارع الرياضي العراقي وعندما نلتقي بلاعب كبير مثل ناظم شاكر أكيد الجمهور الآن ينتظر كلمة من عندك ليش غاب العنصر المهاري عن اللاعب عن المنتخب الأولمبي فرطنا بعبد القادر طارق وفرطنا ببشار رسن وفرطنا بعلي حصني بدليل أنه علي حصني
ما شفنا ذاك اللاعب المهاري اللي موجود، يعني اكو امر ما وما كان لاعب اساسي. ف يعني رايك باختصار محمد، اول شيء تعرفني كل زيناني لا عندي مصلحه وياك ولا عندي مصلحه، مو بس اليوم. نعم. عمري كله بهذا العمر هاني قبالك قاعد تعرفني انت كل زين، ما لي علاقه لا بزيد ولا عمر، كان كبير او صغير او وزير او رئيس او فقير او هذا سواسي عندي. بس انا من اتكلم دا اتكلم عن حاله يا اخي، والله حاله مفرحه. طلعنا ما طلعنا، والله الحاله اللي شفتها انا بمنتخبنا يمكن ما اشوفها بعد، لا قبل ولا بعد. نعم. خل اقول لك اياها، هذا مو دفاعا، يعني افضل من منتخبكم، افضل من منتخبكم في الاولمبياد، افضل من منتخبكم. خل ما انت كنت لاعب بالاولمبياد 84 و84 انت اللي موجود. نعم نعم، لا تسالني على الفوز والخساره، احكي لي كاداء كمستوى. هاي نقطة. نعم. لحرجع لك على النقطة الأهم اللي جنابك سألت بيها. اي يا ريت. كل زين أنت تعرف، والجمهور الرياضي يعرف، والوسط الفني يعرف من المدربين، أنه هاي إمكانياتنا وهاي قدراتنا، هذا أحسن ما موجود في الفرق مالتنا بالدوري العراقي. نعم. عندك غيرهم قل لي منهم أحسن من الموجود. نعم. هاي إمكانياتهم، هاي قدراتهم، ولهذا شوف من تكلمت على يونس ثاني ممكن شوية بعد نقدر ناخذ منه بالسترنجة ولو بس الجول يسوي لنا جول ويطلع ممكن. نعم. أنا لو أعرف اللي لح يصير البارحة بهذه الوضعية بهاي الحشاكل، أقول لك المهزلة من هذا الفريق اللي واجهناه جنوب أفريقيا، وهاي الفرص اللي هدرت لو يونس موجود مع والبارحة، مو دفاعا عن يونس لا والله، لكن أنا على بلدي، يعني فرصة بيدك، يعني شيء أرد أسويه معجزة، يعني أسميه معجزة. نعم. لو كان لاعب مثل يونس بخبرة يونس يمكن كان حطك الكرة فد مرة مرتين بالهدف. طيب. وكان صاعدين متأهلين. طيب. هذا مو دفاع، أكرر ومع احترامي لمهاجمينا وللاعبين المنتخب كلهم، من الحارس إلى اللاعبين الأساسيين إلى الاحتياط وإلى كل موجود. طيب. لكن هذا الموجود، هاي الإمكانيات، هاي القدرة يا أخ محمد. نعم. أنت تعرف أكو لاعب سوبر، أكو لاعب سوبر، وأكو لاعب كورونا. أكو لاعب كورونا. السوبر. كورونا وبرازيلي وسوبر. رحم الله والديك، انت يا تفضل اكو السوبر وكورونا عندي عندي دقيقتين، نريد نقشبر نفسنا محمد، نقشبر نفسنا ابو فهد، العالم تسمعنا هسه. نعم. عندك غير ذول الموجودين؟ والله امكانياتهم هاي قدراتهم. نعم. دقيقتين عندي وياك، اقل من دقيقتين، يعني احسن الموجودين مختاريهم. ابو فهد الان احنا عندنا دقيقتين وعلينا الان الاولمبياد، مرحله وطويناها وخرجنا بمراره، انتهى الموضوع، ومثل ما تفضلت حضرتك يعني احنا قدمنا مستوى لكن الله ما وفقنا ولله الحمد على كل شيء. الان معظم اللاعبين صحيح. معظم صحيح. اللاعبين راح يروحون للمنتخب الوطني. الان ما علينا باقل من دقيقتين، شلون راح نستثمر هؤلاء اللاعبين لتدعيم المنتخب الوطني؟ انت من وجهه نظرك باقل من دقيقتين ابو فهد. ارجع واقول لك هم ذولا احسن ما موجودين، واعتقد المنتخب بحاجه لهم ماسه. نعم. اما تقول لي على جيل جديد، ما تلحق تسوي جيل جديد بعد، لان يعني ما سوينا من 2007 لليوم ما خلقنا مهاجم بمستوى يونس. من يتحمل المسؤوليه؟ من يتحمل المسؤوليه ما خلقنا جيل بعد 2007؟ والله وضع البلد بشكل عام، الامور اللي مر بيها بلدنا، ما اريد ابرر لك فلان وفلتان حتى اقول اتحاد، اقول فلان فلان مدرب فلانة. نعم. هذا اللي مرينا به احنا محمد. احنا شوف لاعبين هسه الانديه من تطلع تلعب بالخليج، شوف المستوى اللي يقدموه، ارضيه. نعم. محترمه، لاعب يقدر يتحكم بالكره، السيطره، المناوله، استلام، التسليم، الشوت، تبين امكانياتهم ومهاراتهم. احنا ملاعب هسه بدينا، الله يخلي وزيرنا وزير الشباب على اهتمامه، وده يتابع وده يسوي لنا ملاعب، وده وممكن ان شاء الله يطلع لنا في الجيل الاخر ان شاء الله من الجيل القديم باذن الله تعالى، المهاجمين زينين. لكن هو هذا الموجود ابو استاذ محمد حبيبي. نعم. اللي تقول للمنتخب الشيء اللي الشيء الجيد انا اعتبره انه لاعبين اللي يجون جاهزين من الاولمبي بدنيا. نعم. تبقى التوظيف للمدرب الاخ راضي الشنيشيل. نعم. وامكانياتهم وقدراتهم في المباريات القادمه، واتمنى ان شاء الله لمنتخبنا ان شاء الله بالتصفيات ان شاء الله يعوضون هاي المباراه الجميله، خلينا نسميها ما اقول طلعنا، المباراه الجميله، المباراه. نعم. المفرحه، المستوى العالي، الغيره العراقيه اللي. نعم. اني حقيقه شفتها يعني ما لها مثيل في هذا المستوى. نعم. اللي قدموه الفريق. نعم. انا اشكرك كابتن، اتمنى ان شاء الله نجتاز هاي المرحله القادمه باذن الله تعالى،
ونعيد البسمة والضحكة لجمهورنا الحبيب بإذن الله. كابتن ناظم شاكر نجم الكرة العراقية السابق المدرب الحالي ناظم شاكر، شكرا لتواجدك معي، شكرا لكل ما تفضلت به. نعم نحن نبارك للاعبينا، نبارك للكادر التدريبي، نبارك للجنة الأولمبية. نعم قدمنا عطاء وقدمنا مستوى، لكن المستوى والعطاء والفرحة ما استمرت إلا ليلتين فقط، وبالتالي كنا نمني النفس بأن نتأهل إلى الدور الثاني وما كان بعيدة، لكن هذا واجبنا أن احنا ننقل رأي الجمهور العراقي، وإحنا متنفس لكل الشارع الرياضي العراقي، وبالتالي لا نقلل من الجهود والإنجاز إطلاقا، ولكن إحنا نناقش قضية. نتمنى الموفقية والنجاح لمنتخبنا الأولمبي، للاعبي، لغني شهد، لكادر المساعد، يا رب إن شاء الله. لكن إحنا للحديث بقية راح نناقش سبب الإخفاقات، وأكو لاعبين ما توظفوا بصورة صحيحة، وأيضا ألعاب ما حققنا بها نتائج في دورة الألعاب الأولمبية. مشاهدين الأحبة للحديث بقية بإذن الله تعالى، هذا كله ما لدينا في حلقة هذا اليوم من الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، كانت مخصصة لمباراة العراق وجنوب أفريقيا وخروجنا المبكر من دورة الألعاب الأولمبية. أحلى تحية من زملاء العاملين في استوديو البث في الكنترول، ومن خلفهم المخرج زميلي علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. انتظروني في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث، حتى ذاك الحين في ملأ.